فتقول أيتها المرأة أنا الآن أدركت الصلاة فأدخليني لأصلي. أدخلتها إلى بيتها فصلت وكأنها نسيت قطعة القماش، تركتها في بيت زوجة الخياط. فيطلع الخياط المساء فيجد قطعة القماش وراء الباب، فيفهم بأن الذي أرسلت له القطعة هو ذلك الرجل وأن له علاقة مع زوجته. فيدخله الوسواس وشيئا فشيئا طلق زوجته، طلقها وأرسلها إلى بيت أهله. فتتحدى الرجل تلك الشيطان تتحدى الرجل فتقول لو سأرد له زوجته. فترجع إلى الخياط في اليوم الأول وتقول له أيها الخياط إنني ضيعت قطعة القماش التي اشتريتها لك، فقد مررت ببيت امرأة صالحة ونسيته عندها. فالرجل عندها أقر بأن ذلك الأمر لم يكن من زوجته خيانة لزوجته، إنما كان نسيانا لهذه المرأة فردت زوجته. الوسواس على يا جماعة، التشطيب بلا ركيد الآن من أجل التفرقة بين المؤمنين لا يعلمهم إلا الله، من أجل التفرقة بين الأحباب والأصحاب، بل التفرقة ما بين الناس في البلد شواطا يبدو بعض من المسجلات التي تقص من هنا وهناك، ويقولون لفلان انظر ماذا قال عنك فلان، روي قطع فيك، هذا روي قطع في الدنيا، هذا روي يدير، هما مسكين دام له 18. عجب، شياطين، شياطين يا ناس. شياطين استغل ذلك إعلاميا من طرف ضعاف النفوس. وين رانا رايحين؟ ناس حابين يديروا خير للبلاد. لا لا وبالك حتى كل الناس بالك حتى يا ربي خافوا ربي يعلم كيس. هذا علم، هذا علم، فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. يولي أي واحد يعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ وش هي الغيبة؟ اسمع من الحديث. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. تقدر تقول هذا في وجهه؟ لا لا والله لا حشر ما تقولوش. أما لا راح يطيح فيه اسكت. شد لسانك، شد لسانك عنك، ما تدخلش امي ما يكره، فهي غيبه اسمع. قال النبي، قال الصحابه: افرايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال يا رسول الله، وش راني نقول عليه صح؟ هو يكره هذه الحاجه اللي نقول عليه، ولكن يا رسول الله ما رايك اذا كان هذا الانسان في هذا الشيء؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ان كان في اخي
شوف لعيوبك يا راسي وحد الشيطان، شوف للعيوب نتاعك، شوف لدارك، ما تفضحش الناس، ما تهضر نفسك، كي تشوف العبيد خلاص ما شفت بالك، لا ما عرفش، هذه عيوب جارك، مصدر جارك، ستره من ستري، إذا سترت عليه ستر الله عليه، اسأل الله العافية يا رب. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال
لبلد